والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم اغفر لنا ولا شيء كده ونحضره للسامعين. وما زلنا مع مسند بن النبي وما زلنا مع كتاب الاستئذان. قال: باب في افشاء السلام. قال: اخبرنا سعيد بن عامر قال عن عوف عن زرار بن اوف عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ورحمه الله الجميع قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه استشرفه الناس فقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت في من خرج فلما رايت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. فكان اول ما سمعته يقول: يا ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا الناس نيام فادخلوا الجنه بسلام. هذا حديث اخو عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هو اليهودي المعروف، أول من آمن من بني إسرائيل، وكان حبرا من أحبارهم وعالما من علمائهم وكان من أعلامهم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وسمع له وعلم أنه النبي فأمن به. قال له عبد الله: لا تقل لهم أني أسلمت إنهم قوم بغض. فدخل عليهم فسألهم فقال لهم: ما ترون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا ابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقالوا: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: نعوذ بالله من ذلك. فدخل عليهم وأعلن إسلامه فقالوا: هذا أحقرنا وابن أحقرنا، شرنا من شرنا، فهم قوم جهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن 10 من بني إسرائيل آمنت بنو إسرائيل. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الناس باستقباله. وهذه فيها أول مسألة، وهي مسألة معرفة القدر والفضل، وأنهم خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته وعظيم شرفه بأبي هو وأمي. وهذه فيها البداءة باستقبال الأشراف والنبلاء من العلماء. فخرجوا جميعا إليه. يقول عبد الله بن سلام: فلما نظرت إلى وجهه فعلمت أن وجهه ليس بكذاب، أو قال: علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، رضي الله عنه. سلام عبد الله بن سلام في راسه. قال: فكان أول ما كان يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. أول شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة: أفشوا السلام، أفشوا السلام. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم، هذه فيها من السنة أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة أن تسلم على من عرفت دون من تعرف، وهو سلام الخاصة، وهذه من علامات الساعة، وهو من علامات الساعة. فمن علامات الساعة أن تسلم على من عرفت ومن هو لم تعرف. فقال النبي: أفشوا السلام بينكم. ولأن أفشاء السلام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام. الصدقة برهان، الصدقة أفضل ما يتقدمه المرء من الأعمال الخير لنفعها المتعدي. إن الله كتب ملكا يبقى كل صباح يدعو: اللهم اعطي مفرغا خلفا واعطي مسكا تلفا. قال: افشوا السلام واطعموا الطعام، ويعني اطعام الطعام بالضيافه، وهذه افضل ما تكون، او بالاهداء حتى لا يكون منا، او بالصدقه، ولكن المهم النفع المتعدي للغير. واطعموا الطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمره. قال: وصلوا الارحام، الارحام وكل من تربطك به رحم او قرابه. قال: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام. صلة الرحم من افضل الطاعات، وكما قلنا كل من تربطك بهم رحم او قرابه من جهه الاب والام هذا رحم. لذلك قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ولما خلق الله الرحم تعلقت بحجز الرحمن وقالت: هذا ما قوم عائد بك من القطيعه. قال: اما يرضيك ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. قال: وصلوا بالليل والناس. قال الله تعالى: اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الجنة قطع رحم. وقال: من أراد أن يبارك له في عمره، ما يبارك له في رزقه ويمسى له في عمره فليصل رحمه. قال: وصلوا بالليل والناس نيام، أي صلوا النوافل وهو القيام، وهو أفضل الأعمال من القيام والتهجد في الليل، كما يقولون: تدافع جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء الذين يقومون من الليل فيسارعون على الوضوء ويصبحون على المكاره ويدعون ربهم بالاغتفال.
قال أحب له ما أحب لنفسي. نعم. قال يجيبه إذا دعاه ولا إيش؟ نعم. قال يدعون ربهم خوفا طمعا. فالحرص على قيام الليل من دأب الصالحين. وقال قيل للمسلم رجل يقيم الليل ويصبح فيسرق. قال الذي يفعله بالليل ينهاه عما يفعله بالنهار. قيام الليل شرف المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل. وقيام الليل دأب الصالحين. وقيام الليل يحط الخطايا حتى. وقيام الليل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. ومن قرأ 10 آيات كان من لم يكن من الغافلين. ومن قرأ 100 آيات لم يكن كان من المقنطرين. ومن قرأ فيما زاد على ذلك كان من القانتين. وقول وهذه الخصال إذا اجتمعت في مسلم كان من أرقى الناس مكانة. لأنه يدخل الجنة من أول وهم. عبد الله بن سلام ماذا قال؟ قال أطعموا قال النبي قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام. قال وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام يدخل الجنة بسلام. ودي معناها أنه يدخل الجنة من أول وهم. وكان عبد الله بن سلام من أطوع الناس لربي جل في علاه ومن أحرص الناس على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بشرى بالجنة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى هذا الخير وهذا البر. وطعام الطعام دل على الجود والكرم وحب إلى الله جل في علاه. وإفشاء السلام في نشر الوئام السلام والخير بين المؤمنين. وأما صلاة الليل هي عبادة ذاتية يرتقي بها المكلف عند رب البر. فضل عبد الله بن سلام قال لما نظرت إليه علمت أن وجهه ليس وجهه كذاب. العبادة المتعدية عند الله خير وأعظم من العبادة الذاتية. إلى المناسك الحج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي وربما في الله شيخنا الحاضرين والسامعين. وما زلنا مع مسند الإمام الدارمي وما زلنا مع كتاب المناسك. قال باب الكلام في الطواف. قال أخبرنا الحديدي قال حدثنا الفضيل بن عياض قال عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. أخبرنا علي بن معبد قال عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ورحم الله الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. جزاكم الله خير. هنا هذا الحديث حديث خرجه الترمذي بروبس. الطواف حول البيت مثل الصلاه الا انكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا تكلمنا الا بخير. هذا باب في اولا ان الطواف صلاه ان طواف البيت صلاه وجاء موقوفا مرفوعا والموقوف اصح من المرفوع. لكن لما يقول طواف البيت صلاه ويجعله كالصلاه لابد ان يكون هذا عن غيب يعني. لذلك تمسك بالحديث الجمهور وقالوا من الطواف بالبيت صلاة فتأخذ حكم الصلاة من شرطية الطهارة وستر العورة. نعم طهارة البدن والثوب. وأيضا قالوا لا كلام فيها إلا أن الشرع قد أباح الكلام. ففي إباحة الكلام في الطواف. ولذلك قال فلا تتكلمن إلا بخير. والكلام إما يكون عليك وإما يكون لك. نعم. وعن عطاء قال طواف البيت صلاة إلا أن الله حل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وراه الترمذي من حيث طاووس عن عباس رضي الله عنه مرفوعا. الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنك تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وليس قد روي عن ابن طاووس وغيره عن ابن عباس موقوفا ولا نعرفه مرفوعا الا بحديث عطاء بن السائب. قلنا المرفوع ضعيف. قال سيدي اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن ساره عن طاووس عن ابن عباس قال طواف البيت صلاه فاقل به الكلام. روايه البركه كلمت طاووس في الطواف فكلمني. قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل. قال ابو عمر عن عطاء انه كان يكره الكلام في الطواف الا الشيء اليسير. وكان مجاهد يقرأ القرآن في الطواف وكان البعض يقول لا يقرأ
لأنه لم يرد بالصحيح الراجح أنه يقرأ كما أنه يذكر. فعشبية أنا أحب القراءة في الطواف، هو أفضل ما أتكلم به الإنسان. مش عارف ماذا بيقول الإنسان الطائف الأكل والشرب في الطواف، مع أنه يجوز لأنه أبيح في ذلك. ولذلك ورد عن عباس رضي الله عنه أنه شرب وهو يطوف. قال عطاء قراءة القرآن في الطواف محدث، والصحيح أنه جائز، ورد عن الشافعي ورد عن ابن عبد البر. وقال نبطل كان يا جماعة قراءة القرآن في الطواف منهم حر والحسن ومالك، وقال ما ذاك من عمل الناس. والحقيقة يعني هم يخافون من الرياء، فنقول الاحتراز لا يبطل الطاعة، الاحتراز لا يبطل الطاعة، ومن أفضل الطاعة ذكر الله جل في علاه، وأفضل الذكر على الإطلاق قراءة القرآن. فإذا طاف يشغل نفسه بالقراءة على الله جل في علاه يتقبلها، وهذا أفضل ما يكون، أفضل ما تذكر الله به ما خرج منه، هذا هو الأفضل. من الفوائد كل موقوف له حكم الرفع لا يكون إلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.